السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. مرحبا بكم في هذا البث المباشر الذي سيجمعنا بالسيد محمد متزكي. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في هذا اللقاء مع السي محمد متزكي، والذي اعتدنا أن نتناول معه موضوع في غاية الأهمية، والأمر يتعلق بمافيا العقار ومافيا التعليم الخصوصي بالمغرب. السي محمد متزكي، أهلا ومرحبا بك. مساء النور أخ العدراوي، وتحياتي وتحية للمشاهدين الكرام. وهذا نهار كبير اللي كنتلاقاو مع السي العدراوي، وشكرا لكل ما تقول به تنويرا للرأي العام المغربي ومغاربة العالم خصوصا. شكرا السي محمد متزكي. البداية نبغي يعني ناخذ رأيك في هذه الأخبار التي تروج خلال الأيام الأخيرة حول تعديل حكومي، والحديث عن استبعاد الوزيرين اللذان يعني تشوب حولهم تهمة عدم يعني القيام بالواجب القانوني تجاه العمال ديالهم، وزير العدل ووزير التشغيل. إذا هناك حديث عن تعيين السي الحموشي كوزير للداخلية، ويعني مجموعة من الأسماء التي تتروج في واحد الرسالة يتداولها الكثير من المغاربة بيناتهم، في خصوصا في واتساب. واش كتشوف بأن يعني الظرفية الآن يعني تحتم القيام بهذا النوع هذا من التعديل الحكومي؟ اولا انما في هذه الظرفيه هذه بانوا بزاف ديال الثغرات. نعم. يعني الناس بدا انهم دركوا كان واحد رب ضاره نافعه، حيت اللي كيقول لك واحد لا تحتيره صعيبه، احلى سقوط هو سقوط المطار، حيت من بعد اللي كيطيح المطار ولكن خصنا فلهذا بما يخص الوزراء صراحة وصلنا لواحد لعبات، يعني كان بلا ما يحرجوا ريوسهم ولا يحرجوا الوطن ولا تحرج أي حاجة، لأنك أنت كوزير حقوق الإنسان، وزير لحقوق الإنسان في كاع المنتديات الدولية، وبما أنك عن علم ولا ماشي علم، المهم أن هذيك السيدة ما تسجلاتش، خصك تقدم استقالتك. أنا نعم. كنشوف عندكم في انجلترا واحد جا غير 5 دقائق للبرلمان وزير، وقال لهم هذه المؤسسه انا غلطت في حقها وكنقدم استقالتي، جا 5 دقائق. احنا مازال ما واصلينش لهذا الوعي بالاخلاق الذاتيه، لا احنا عندنا يتغوفي وتخرج العينين، ما يمكنش صافي، ولو انك اعطيتي ولا ما اعطيتيش، المهم انك حصلتي
بانك انت مخالف القانون، ما يمكنش تكون انت هو اللي كتمثل الحقوق وتخالف القانون بدون بلا ما ندخلوا لا في التحدي. هذه لما تفهمتش راه خطيره جدا. كاين واحد المنشور يقول، يعني ينسب فيه الكلام للسيد الرميد، يقول فيه بأنني ما غنعتذر، ما غنقدم استقالتي، لأننا لسنا لا في السويد ولا في اليابان. هو هادشي خصو، هادشي علاش كلشي خصو يطلع لصاحب الجلاله، لان حكومه صاحب الجلاله وصاحب الجلاله راجل حقاني، والحقوق هي علاش اسس كاع الاختيارات الاستراتيجيه ديالها، وحتى في الامن السياسه الامنيه راه كلها، اي كنلقاو اي واحد عامل كيما بغى يكون نوع واحد ولا اي مسؤول امني، لا لا, لا هي كيطيح في شي خطا، هذاك الشيء كيجيو فيه. ولهذا فهذه ديكتاتورية يعني في واحد النمط آخر، من تجي انت كتغتصب الحقوق وتخرج عيب. فاش كنتم اسمح لي دابا بلا ما نبقاو نخرجوا على السطورة، راه المغاربة ما بقاوش قادرين يستحملوا، كل شيء ضربوه فيه، الحقوق، التعليم، الصحة، كل شيء بان. وشكون مولاه؟ المنتخبون. وانت كوزير حقوق الانسان ما غلطتي، صافي تحمل مسؤوليتك، قدم استقالتك وتخرج بعزك. علاش تخرج؟ يبقاو يدوزوك كوميسيون ديال هذا الشيء. كنشوف فيه يعني البؤس، وصلنا لواحد الدرجه بلا ما يعني لا سيونس فيكسيون في هذه البلاد. هذه ليفيدونس تنكروها، واحد الحاجه باينه. انت كتدافع على حقوق الانسان وكتندد بان الحقوق والواجبات وحمايه الحقوق، راك اخترقتي الحقوق، صافي قدم استقالتك، عندك ما دير بهذاك البوست، ولا تبقى في هذاك المكتب، ولا تبقى. هذا يعني ابجديات، انك انت خصك تكون نقي قبل ما تتكلم على باش تلقي وطن. ولا ما كانش هذا الشيء مفهوم، راه عندنا هذا الشيء راه كيخلع. وزير التشغيل الحالي في واحد الفيديو ايضا متداول كيطرح سؤال على وزير التشغيل السابق، تيقول ليه بانه يعني الناس اللي ما كيديكلاريوش العمال ديالهم شنو غديروا معاهم الى اخره، يعني وهو كيطرح سؤال في البرلمان قبل ما يصبح وزير، كان همه هو ان العمال يستافدوا من جميع الحقوق ديالهم. واليوم هو ايضا يعني وسط العاصفة، شنو يمكن يتقال في حق وزير مسؤول على التشغيل على الحقوق ديال العمال وهو أول من يخرق هذه الحقوق أو يغتصبها؟ أنت وزير الشغل وأنت مغتصب أبسط حقوق ديال 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 العامل، فكيفاش أنني نعطيك هذاك المنصب؟ راه ديما كنلقاو ديما هذا الإشكال. هذا وزير التعليم العمومي، انت كنتي رئيس اباء اولياء التعليم الخاص، وليتي انت ما كتامنش بالتعليم العمومي. وزير الشغل انت ما مديكلاريش الناس عندك، وانت شاد باغي تكلف بواحد الوزاره اللي هي السند ديال الحقوق ديال العامل. ولهذا فاحنا عندنا لابيغونس توتال. والمشكل الاشكال اللي كاين، هذا الشيء راه شرحناه، الاشكال انه هاد المنتخبون في العوض ما يكونوا هما الحل ولا هما المشكل. نعم صحيح. دابا حيت المنتخب الرجل السياسي في العالم كله، عندكم في كندا او لا في الدول اللي كتحترم نفسها، راه هو كيكون تيحل مشاكل الناس. فاذا بك انت وليتي انت هو المشكل، وسير قلب على هذا الاشكال. فهادشي راه بدا من حكومات التناوب. نعطيك مثال، حنا كلشي عندنا بالعكس. انا جيت نشوف شويه في الاقتصاد، حكومات دازو والخوصصه في انجلترا فاش بدات، ولا في الدول العريقه، هي هذوك الشركات اللي الدوله ما قادراش تمشيهم. نعم داكور، يعني ما قادراش، ما عندهاش لا الوقت لا كتعطيهم الخوار. واش بالله عليك لا غيجي الطابه كتعطى، لا غيجي الطابه، هذيك راه بنكه.
واش كتخوصص، واش لا سمير كتخوصص، واش مشاو للبيجو هذاك الذهب ديال الاسره وبداو كيعطيو فيه. هذا راه الاشكال، راه خص واحد القراءه شامله. لا جيتي التعليم راه بدا بالتعليم، قتلوه المدرسه العموميه، ودابا هما الاسر الطبقه الوسطى كلها فقروا وتيضحكوا عليهم، كاين استفزازات. ولهذا فقراءه خصها تكون شامله ورب ضاره نافعه، ماشي خاص غير غومانيمو، خاص واحد الغومانيمو غومانيمون ديال بالصح وبالنيه. حنا يمكن كناخذوا الفكره، مثلا انجلترا دارت الخوصصه، جينا حتى حنا كنطبلوا الخوصصه في السنه الاولى ديالي انا الاقتصاد، دوزنا العام كامل وحنا كنقراو غير الاستاذ تيقول لك الخوصصه واستاذ كيقول لك الخصخصه، ومن بعد يعني باعوا كل شيء، يعني كاع داك الشيء اللي مهم كله باعوه. يعني اللي كان كيهم هو اننا نعمروا الصناديق ديال الدوله، ولكن ما كنفكروش بان من بعد غادي يتخوى، لان ما غيبقاوش عندنا موارد منين غادي ندخلوا لهذه الخزينه هذه ديال الدوله. واش واحد المشروع منتج وكيدخل لا ريجي طابا اللي قلتي طابا، راه كلشي كيكمي في المغرب اكثريه ديالهم، والفلوس راه ما يمكنش كلشي بزنس اكثر من لا ريجي طابا. واش تتعطى؟ واش تكرير؟ واش الفضيحه ديال لا سمير اللي تبنات مناضلين في الاستقلال، وجاو دي ماتي اللي جا من ايطاليا وبو عبيد وكان وزير هذا وتحطت كمشروع وطني وهذا وذا، كتعطى؟ واش الجر في الصفر بلا ما ندخل في ديتاي شكون خداوه؟ واللي كيعطيو يعني اكيد انهم عندهم مصلحه في انهم يعطيو مثلا لسمير، تكلمت عليها بزاف، انا درت يعني بزاف ديال الفيديوهات عليها. الناس اللي دفعوا بلا سمير انها تباع للخواص ومن بعد تسد، هما ناس اللي اليوم كيستافدوا من التجار في المجال ديال المحروقات. كنتكلموش على المصلحه ديال الوطن كوطن، ولكن كل واحد كيضرب على جيبه. ولهذا فاس خاص لا تعاود شي حاجه تعاود بهذه الصيغه، واش كاين الوطنيه ولا ما كايناش؟ حيت انا ملي واحد اسمح لي، لا خاص دابا اليوم خاص مين نتكلموا على غومانيمون، ماشي غومانيمون فريمون لصالح الوطن، ماشي نجيب واحد ونحطو عاوتاني غوبولوت، خاصنا بعداك نفكروا حنا ما زربانينش كاع. تحيد بالكفاءه بالوطنيه، خاصنا واحد القراءه اخرى باش نبقاو. كاين ايضا وزير سابق اللي الابحاث بينات بانه فتح موقع اخباري ب 250 مليون سنتيم، يعني مواقع اخباريه الان للبيع ب 10000 درهم ب 9000 درهم، الى طار كاع وجاب واحد اللي غيقابلوا ليه يعني غادي تقام عليه بواحد 5 مليون سنتيم. يعني هذه من بين الاخبار حتى هي اللي تروج وبشده هذه الايام هذه في مواقع التواصل الاجتماعي. كيف ما قلتي سي محمد، يعني هذا المنتخب اللي المفروض انه يكون هو الحل اصبح هو المشكل وهو العقد في المساله. هو الاشكال، وحتى كثره الاحزاب في هذه البلاد ما بقيتي تعرف هذا اللحم لا حوت. خاصنا دو بول، واحد سونتخ غوش سونتخ دو، باش نعرفوا معابد. نعم. يخرج كل مره تطلع لك شي حاجه والعادات، وتي يديروا قوانين، وهذه القوانين اللي كيديروها ليهم اللوبيات ديالهم، القوانين اللي كيشرعوا لك قوانين ماشي في مصلحه الوطن، راه مصيبه. إذا غادي ننتظروا إن شاء الله ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام القليلة. أنا دازت عندي في الواتساب على الخالي سفير كاتب، المهم هذاك الشيء ماشي رسمي. لا كنتسناو يعني، ولكن الصلاحية ديال سيدنا راه شاف أشنو طرا. صاحب الجلالة شاف يعني واحد إلا خلق القانون خصو هو يقدم استقالته طواعية، بعدا كياخذ الاحترام ديال كل شيء، ولو أنه هذا، ولكن اللي كيبقاو تخرج العينين وهذا راه صعيبة شوية، هذا الشيء ما مقبولش. لا تنظن هاد تخرج العينين هو اللي غادي يسرع بوتيرات الرحيل ديالهم
لأنه في لايف خلال الأسبوع الماضي قلت بأن مستشار ملكي اللي كان عنده وزن ثقيل جدا في المؤسسة الملكية تم إبعاده لمشكل اللي هو مقارنة مع المشكل ديال الرميد ديال وزير التشغيل، هو مشكل بسيط جدا لأن عشرات الآلاف المواطنين المغاربة يعني كيوقعوا في ذاك المشكل كل نهار، ومع ذلك تم إبعاده. إذا هاد الناس هادو قضيتهم أكيد أنها إلى وصلت للديوان الملكي ما وصلش للملك، ولكن مجرد ما غادي توصل هذه الأخبار لملك البلاد ما غاديش يخليها. غير باش نعطي واحد النموذج السي محمد، ملي كتكون أنت وزير وكتشغل عندك عباد الله تيخص يكون هذا امتياز عند الناس. عوض ما غادي يمشي مع إنسان فقير ولا عند إنسان عادي، راه الخدمة مع وزير خصها تكون فيها امتيازات كتجي معها. انا تلاقيت مع واحد كيشتغل في بون، ماشي انا اللي تلاقيت معاه، كان تلاقى مع رجل اعمال وانا كنت مرافق ذاك رجل الاعمال، يعني كنت غير في المجلس واستمع. واحد كيشتغل في الهولدينغ الملكي تيقول ملي تنبغي نسافر لعند بنتي للخارج فرنسا نمشي نشوفها مره كنمشي في الطياره كنركب في كلاس عاديه اقتصاديه، ملي تنمشي في ميسيون تنمثل فيها الهولدينغ الملكي تنمشي كلاس افير، لانني امثل شي حاجه تابعه للملك، بمعنى انه الاشتغال مع الملك ولا الاشتغال مع وزير ولا مع رئيس حكومه خاصها تعطيك امتيازات، خاصها تزيد بك القدام، خاصها تدفع بك القدام، ماشي تضيعك في ابسط الحقوق. يعني الناس عندهم مؤسسات بسيطه وصغيره كتلقاهم يعني مديكلاريين الناس، كيتهلاو فيهم في العيد الكبير، في العيد الصغير، في العطل. دونك الا انت وزير وكتعامل بها بطريقه هذه، فتنظن ان يعني الابعاد ديالهم بقى فقط مساله وقت ومساله ايام. سي محمد نرجعوا للموضوع ديالنا. لا انا باغي قبل يا عبد الرحمن، انا كنمشي معك بعيد. الحمد لله اننا في المملكه ديال محمد السادس. تصور معايا وكانت جائحه وما كانش ما كانش الملك والدولة خدات زمام الأمور، كون خداو الأحزاب راهم باقيين مضاربين دابا بيناتهم. كون دابا قالوا لهم غير سكتوا بالكوف ديال وشوف شو باش دايرين. نعم، واش دابا راه ما كاينش واحد الحس، راه دابا الجائحة لو ولات شي حاجة راه ولات الدار شكون هي ديال الدار السند، ولات اللي خصو يجي يمثل الشريحه ديال المواطن ويدافع عليه ويحط عليه راه هو الاول ولا مشكل هو اللي سال. نعم صحيح. نعم، اذا نرجعوا للموضوع ديال مافيا العقار وهذا الموضوع اللي ظل واحد المده زمنيه مسكوت عنه. ما بين الحلقه الاخيره ديالنا والحلقه ديال اليوم، اذا باقي كتذكر في الاسبوع الماضي سي محمد قلت لك كاين بعض المواطنين اللي غادي يقولوا اش دخلني انا في هذا الموضوع ديال مافيا العقار نهضر عليه، راه الناس هضروا عليه ودخلوا للحبس. جوج ديال الوجوه المعروفه اللي كان تم سجنها على خلفيه هذه الملفات ديال مافيا العقار تم اخلاء السبيل ديالهم، واحد خرج والثاني اليوم قريت خبر بانه غادي يخرج خلال هذه الايام القليله القادمه. اذا هذا امر محفز ومشجع باش اننا نستمروا في الحديث على هذا الوباء اللي اقتصاد ديال البلد تينهك البلد باكمله، الا هو مافيا العقار. الكلمه لك سي محمد. هذا اولا ان خصنا نكونوا غير شويه واقعيين. ملي كندوي على مافيا العقار كنتكلم على واحد المافيا اللي هي عبر مساطر اداريه وقضائيه. يعني كاين للاسف اللي كيجي وخطو المافيا اخترقات شي وحدين من حتى من هذا وعطوهم معلومات ماشي هي هذيك وتهموا عاوتاني طيحوا الباطل وتبت بالادله والحجج بان لا علاقه لهذا. ف ملي كيناضل حنا خلصنا تمام، ماشي ما خلصناش، خلصنا بالكليه بكل شيء، كاين حتى اشكال، غير هو بدا يكون معقول مع راسه. ملي كندخل في واحد الملف وكنشد انا عطيك مثال اكبر ملف كان في 2011
هو البيمه ديال العين ديالها. هذاك جيرار راه توفى الله يرحمه، الجيرار اللي لقى الفيلا ديال على الشاطئ يعني مهم، وكانت العصابه صحيحه بزاف، كانوا 24 فيلا. المهم دخلت على الخط وكنشوف، ولكن كنقرا الملف، جاني واحد الملف بحال هكا، جاو الناس خبرونا ومشينا انا ومناضلات، واتصلنا بروموندي. روموندي نعطيك روموندي، هاد روموندي 198 شقة، هادي كان واحد السويس ريشا موغيل في الخمسينات، أول أونتربرونور يهودي مغربي. المهم بدا كيبني في هاد الإقامات، وبدا كان تيبيع فيهم. نعم هو توفى في السبعين، هادي هي ليستوار اللي جبت. وفي 2010 2002 2003 جات هاد نفس العصابة اللي هي مترامية على البنات عين ديالو، لقيناها وبنفس المنطق. والمهم عندنا المعطيات، وداخلين حتى في الفيلات ديال الأنفار. المهم كنجمع في المعطيات، يجينا الروموندي كتعرف شنو هي، كان فيها رسم عقاري أم على 200 شقة. نعم جاو داروا ليكلاتمون فوق عباد الله وجابوا لهم الإفراءات. كتعرف شنو ليكلاتمون؟ يعني داروا كل شقة عندها ملكية، ودابا راه كلشي راه المتابعات، راه كل المهم تحل الملف، والناس ساكنة 50 عام شارية. ولكن اللي توفى هذاك شاموغيل، الدولة مراته خلاتها للدولة، والدولة تكلفت ما داروش ليكلاتمون، ولكن الناس نعم عدات سنة. جا واحد دخل للرسم العقاري الأم، خطير هادشي، وبالمحافظ راه هو متابع في واحد المحافظ ديال أنفا، وبلا ما يعاين يديروا المعاينة يبقوا على الناس يقولوا لهم واش حفظتوا. المهم أنهم داروا ليكلاتمون يعني كل شقة، وتيجيبوا طرد محتمل. دابا تصور، وهاد الشقق تفوتوا المسؤولين. ملي جينا كنشوفوا الناس شخصيات، ما كانش شي حد يقدر يتكلم، حيت اللي يتكلم تيديوه للحبس، حيت هما عندهم احكام هذاك الشيء غابيد. المهم ملي شفت القضيه، انا عندي واحد بنيس، واحد بنيس، واحد انيسه من ذوي الاحتياجات الخاصه، يتيمه ابويه، الاب ديالها شاري في 59، شاري في 59 بالفرون فرونسي، شاري هذيك الشقه. توفوا الاباء ديالها هي معاقه، جاو هزوها وطردوا رموها ودخلت الشقه ديالها. هذا الشيء ما استحملتوه، كلنا ما استحملناش. كان وبدينا كنقلبوا، واش لقينا اللي مشات له الشقه بسميتو مسؤول، وراه تم الطرد ديالو، يعني تخادوا الاجراءات. قاضي وقاضي اخر حتى هو يحاكم بالافراغ على الناس، مشي جبت الاحكام، يعني خصك تخدم. وبلا ما نذكر الاسماء، المهم ان الشقه تباعت ب 10 المليون. واش كاين شي بارطمان ارقام عندي يتعاقل ب 10 المليون، وبنفس المنطق اللي تعتقل 12 سنه، ونفس اللي فوتها ليه هو رئيس العصابه اللي معتقل ب 7 سنين، وعنده من فتخ. ولهذا فاحنا ملي خدينا هذه الاحكام، بعد كذا تنافي المصالح، هذاك تحكم على واحد المحل تجاري في هذيك العماره وتاخذ شقه، واللي صالح من هذا الافراغ ديال صالح ام هذاك المنتدب القضائي اللي دار سميت مو 13 فيلا. المهم يعني ملي كتجمع الادله وكتبرك مع، ومنين ما لقيناش شو هاد الناس ديال الروموندي، انا كنعقل في 2014 عيطت لشي اساتذه باش يديروا لهم شكايه، حتى واحد ما قبل. الو شنو درت؟ جمعتهم ودرنا شكايه بسميتهم ومشينا حطيناها في النيابه. طبعات مشيت للجزيره، مشيت العربي، درت لهم، وتخادت نزلت دخلت للفرقه الوطنيه بقوه القانون، النيابه حركتها وتموا الامور غاديين. يعني خصك هذا ماشي لعب الدراري، لانك ما كتلعبش، ولكن اللي طاحوا سالاهم، صافي سالاهم، بقى يجي صافي. والناس سي محمد، انا تظن بانه بالاضافه للمجلس دريج جطو،
يعني مطالبون باش انه يكون عندنا مجلس محمد المتزكي، وتكون السلطه اكبر من السلطه اللي عند دريس جطو، بانه فقط تقارير. هادشي خطير جدا، هادشي هذا اللي كيوقع في بلادنا، وانا متاكد ان هادشي هذا يوضع فوق المكتب ديال ملك البلاد ما غيترددش ولو دقيقه واحده في اتخاذ الاجراءات في الحين. نعم، ونزيدك باش نعطيك المعلومه. في روموندي في كازا كاين 11 دونور واحد التيران، هذا ديال شاموغي الله يرحمه، توداوه. واش داروا؟ اسمع، داروا في سميتو هذا رئيس العصابه، ومشد على المدينه، قال لهم استغليتوه 40 عام حكم مدني، خدا عليه 4 المليار و700 مليون و300 مليون 5 المليار. ولكن اللي غيقدر يدير هذا الشيء هذا، شنو نوع السلطه اللي ممكن تكون عنده؟ يعني واش دابا تفاهمنا مع راه معلوم. وكان هذا الشيء غادي بواحد الوتيره، راه ماشي كنتكلموا عليها حنا، انا السلطه ديال المواطن راه ما يقد عليها غير الله، ولهذا فالمواطن خصو يتحرك، خصو يناضل، وخص لان هذوك المؤسسات ولا هذا الوزير راه خدام لينا، حنا اللي مخدمينه، ماشي خدامين على طاسين شي واحد بالعربيه. هذا الشيء اللي خصو يتفاهم في الحقيقه، يعني هذه المبدا معكوس عندنا في المغرب، يعني معكوس. تيجي كيتبورد عليك واحد يتنفخ عليك وكيتنفخ عليك، ولهذا فلي بوندول خصهم يتقادوا بانك انت راه خدام عندنا كمواطنين. اذا كان المواطن هو الحلقه الضعيفه، انا باقي مواطن وغنبقى ديما مواطن حتى نقادوها، حيت هنا محقور بزاف المواطن. ولهذا فملي كيجيو كيحيدوا التضارب، حيدوا لك هذه، ولا تكلمتي اعتقلوا. سي محمد استجب لنا صاحب الجلاله، الوحيد اللي استجب هو صاحب الجلاله برساله، ولكن التنزيل ديال هذيك الرساله صعيب بزاف. واليوم لقينا قانون ديال صالح المافيا العقار الماده جوج، وهذا الماده جوج ملي جبت القانون ديال 2000 و 1915 ما كانتش، يعني المستعمر ملي جا المغرب جاب القانون ديال فرنسا في 2011، زادوا شريطه تاع تكون دوز 4 سنين مشات عليك. ولهذا عصابة اللي حط هذا القانون هذا، ماشي برلمانيين، هذا برلمانيين وصادقوا عليه في الحقوق العينيه. تحيه للسي محمد بن نيس اللي كيتابع معنا البث المباشر، واللي حتى هو وقعت ليه اصطدامات كبيره جدا مع بعض مافيا العقار ايضا في مدينه الدار البيضاء. تحيه ليه، وتحيه كاع للشباب اللي يعني رغم افتقادهم لابسط الامكانيات الا انهم يعني يعتبرون صوت الحق في هذا العالم الافتراضي، وعندهم واحد النسبه من المصداقيه في الشيء اللي حتى هما تيقوموا به. السي متزكي، ثم تقومون به، تقومون يعني بتدخلات اللي هي موثقه واداريه، وتتخذوا يعني اجراءات. قبل هذا الشيء كنتحداهم، اللي كنقول لهم انا عندي ادله وحجاج، كنقول لهم اجيو بالكم. نعم. يعني صوت الحق هو تكون عندك السند، اما باش نوصلوا ناضلوا عاوتاني بواحد الطريقه، ماشي ما كندخلش في داك الشيء. انا لا كان عندي السند، خدمنا على ملفات كبيره بزاف في الجنوب وبالادله وبالحجاج، وهذيك الساعه كنوض. اما باش يعني نضال بينيهم، باش ما نطيحوش في هذيك العشوائيه ديال الاحزاب، كلهم تيبقاو يسبوا هذه وهذه كياخذوا بلايص. حنا ما خاصنا بلايص لا والو، خاصنا الحقوق ديالنا، عطيونا غير ديالنا، شي كنطلب. يعني هو مطلب اللي هو يعني صادق ومن القلب، انه يكون هناك مجلس يجتمعوا فيه كاع الناس اللي كيناضلوا من اجل محاربه مافيا العقار، وتعطاهم واحد لاكسي ديريكت للديوان الملكي، باش انه اي موضوع استعصى عليهم يمشي مباشره لملك البلاد، لان هذا خطير خطير جدا انه يولي واحد في جهاز القضاء. اسمح لي يا استاذ، عندك
مسؤول قضائي واخد شقه لواحد طفله معاقه، ربما دابا خصها تدو الجنايات ويتموا الادانه. حنا كنقول لهم ردوهم لديورهم، راه هو ارتاح على باها وباها شاريها بالفرون فرونسي، وهي ساكنه دابا عند الصديقه ديالها، وحيدوا لها كاع الاتات وكل شيء. ورا الحماق، واش هادشي ماشي مزيان؟ والصاحب الجلاله غير يرضى لشي مواطنه معاقه يتيمه الابوين يجي مسؤول يهزها ويرميها، واخدها من عند رئيس المافيا وحاكم بالافراغ على ضحايا قبيل في نفس العصابه. عندنا محامي خدا 3 شقق من هذه العصابه، وفرغ هذه واحد 4 شهور 6 شهور، فرغ واحد استاذه متقاعده استاذه الطاهري، راه كبيره الزهر، ما هو من الشقه ديالها. طبعا هادشي باقي مستمر إلى يومنا هذا. مستمر الإفراغات، وعلما أن الملف النيابة العامة راه حالته، الفرقة الوطنية تبت كل شيء وحالته في الجنايات، وهذه العصابة تبت الإدانة ديالها على ملفات أخرين، فلماذا مازال هذه العقود المزورة كتنفذ بهذه الأحكام البدنية ديال طلب محجز؟ حلل وناقش. إذا هذا الشيء هذا خطير جدا، وكما قلت يعني راه يستحيل أننا نتكلم على تقدم بلد في هذا النوع هذا من التجاوزات الخطيرة جدا. راه واخا نجيبوا كاع الشركات ديال صناعة الطائرات ديال العالم وديال صناعة العالم نحطوهم عندنا في المغرب، مادام عندنا هذا النوع هذا من الخروقات راه حنا بحال شي باخرة فيها واحد الثقب، لما كيدخل واحد النار غادي نغرق. يعني لما شهد الثقب هذا نهائيا راه اون سون فانول بار. هذا الشيء كل شيء باين، الادله والحجاج. بوحالي جا ب 10 مليون الشقه بالعصابات، راه تيفرغ الناس ودات 3 شقق لمواليهم، والملف راه تمت الاحاله سالته الفرقه الوطنيه لعامين، وحالته النيابه وقيد الدراسه واحد المده، ودابا غيتحال على الجلسات، وهذوك القنوات راه تخاد حقهم قرارات، وعلاش الناس ما ترجعش؟ ولهذا كل من تورط من قريب وبعيد خصو يخلص. تيقول احد المعلقين داروا قانون 2011 الى شي واحد ترى مالك على الملك ديالك العقاري عليك 4 سنين ولم تقم انت باي تحرك تمشي ليك العقار. واش ما كاينش شي برلماني اليوم اللي ممكن يجي يقدم طعن في هذا القانون، او اللي يخرج يعني يدفع شي حاجه اللي ممكن تلغي هذا القانون هذا؟ لان هذه فضيحه، هذه شوهه للقانون المغربي. الماده 2 من القانون الحقوق العينيه 3809 اللي داروا في 2011 ما كانتش هاد لا كلوز ديال 4 سنين، ما كانتش زادو، قال لك ودي ولو بالزور شريطة ما تفوتش 4 سنين من التقييد. يعني واحد جيب ورقة مزورة ودير فيها تاريخ ودخل المحافظة دالك الملك ديالك. والغريب هو ان الشيء فوقاش دار في 2011، يعني الناس كيحتجوا من اجل المزيد من الحقوق، والبرلمان راه خدام تيدوز لهم في قوانين اللي كتسلب الحقوق ديالهم. انا راه كتبت واحد المقال وراه تخاد بعثت لك منه نسخه، يعني المشرع يشرع لصالح مافيا العقار، هذه ما كاينش شي دوله. يعني الزور جريمه مستمره في الوقت والزمان، وتبدا المتابعه يوم اكتشاف الجريمه، اللي يكون عندي العلم بان واحد زور يمشي يقيد شكايه، كيفاش تقول لي لا فات 4 سنين؟ وما دام هذيك الوثيقه مزوره، شكون قال لي بانها دار دات اونتيسيدونت؟ شوف القوالب ديالو. يعني انا غندير في واحد العقد ما دام مزوره، غندير بان خليتها لي 10 سنين من نهاري ما عندي حتى متابعه. دابا المشكل هو ان هذا النصب هذا راه ماشي يطال فقط الضعفاء من افراد المجتمع، راه كان تنظن عمت او خالت الملك كانت ايضا تعرضت للعمليه سطو في بدايه القرن 21، وايضا جزء من رجال الاعمال اللي هما خوت مدينه طنجه
شراو قطعة أرضية، وثائق اللي يعني كلها باينة مقادة مصاوبة 8 ديال المليار باش شراوها. من بعد ما دفعوا الفلوس وخلصوها وجابوا الآليات ديالهم باش غيبداو يبنيو فيها السكن الاقتصادي، كتجي مجموعة ديال القبائل وكينزلوا كيقولوا لهم هذه الأرض هذه ديالنا وها الوثائق. وعندي واحد برضه واحد مقاول معروف على الصعيد الوطني صديق، كان هذا شوف شرى واحد البقعة في الرباط وغيدير فيها مدرسة ديال المجوهر، يعني نموذج تربوي أول مرة غدير في إفريقيا، وشراها بشي 4 المليار باش يدير مدرسة ديال هذاك الشيء ديال لا بيجوتري ديال، وهذاك الشيء ما كاينش، وتشرى وكل شيء جاو بان وكانت اخت واحد الوزير راه توفى هي تورط قضيه كبيره، بقاو جابوا لها هذا، فهذا اش بقى ليه ما يدين يعني باغي تستثمر وتنصبوا عليه في الغني الجديد مازال كيقتلوا كل شيء، هذا الشيء راه سرطان، واحد جاي باغي يدير لك واحد المدرسه ديال لا بيجوتري يعلم لك ولاد الشعب وشاري ارض بالفلوس وغادي يستثمر وتجي انت في هذيك، هذا ماشي. وكاين الكثير دابا الناس ولات تخاف تشري، وهذا هذا هو بنت القصيد، هذا هو الخطر الكبير، هو ان الناس ما بقاش الثقة اللي كتحيد لك عامل الثقة بحال هذا الشيء اللي طرا الباب دارنا، جاو مغاربة 1400 أسرة ما بينش معارفهم، كلها جابت رزقها، اللي داو ليه النص اللي داو ليه الثلثين، وفي الاخر قالوا لي بح، باش كل من مغاربه العالم اللي هما السند الاقتصادي مازال باش ترد لهم الثقه، راه خصك الردع، خص واحد، خص كل شيء يتلقى، راه سينو ما كاينش. إلا سمحت السي محمد، يعني تكلمنا قبيله على السياسيين ويعني ضروره انهم يقدموا اعتذار ويقدموا الاستقاله ديالهم، ايضا الفنانه خاصهم حتى هما يقدموا اعتذار، وخصوصا هذو اللي لعبوا دور كبير في اقناع المواطنين باش انهم يمشيوا ويشريوا من المشروع ديال باب دارنا. الناس كيتيق مثلا في الفنان حسن الفد، من اللي كيشوفوه في اشهار تيقول له غير غمض عينيك وزطم ما عندك مناش تخاف، كيتيقوا به. من اللي كيشوفوا فنان اخر تيقول لهم يعني راه غترتاح وغير ارتاح بالك الا شريتي في هذا المشروع، كيمشيو بعينيهم غامضين، لان ما يمكنش ان فنان بهذا المستوى بهذا الشهره هذه داخل المغرب يجي يكون غير كيكذب علينا. اذا الا كنتي انت دارت بيك وحتى انت يعني ما كانش في اخبارك الى اخره، وانت مطالب باش انك تقدم اعتذار لهذ الالاف ديال الناس اللي مشات كثير. لا، لو كان اصلا بانك انت فنان ومعروف وعندك قيمه وحطيتي وجهك، وهذاك الوجه ديالك وهذاك الاشهار صاب، تقدم شكايه انت اقل ايمان، شكايه مع الضحايا، نعم وقف معاهم وطلب السماحه، قول لهم انا راه متصدامين معاكم، وما كاين حتى والو، غير انا سمعت دفعوا عليهم التليفونات، السيده اللي مكلفه اتصلوا بهم اللي واخا واخا دفعوا التليفونات، انا فنان سمح لي، راه كلشي خصو يتعاود عندنا. إذا العجينة خصها تعاود تخلط، تزاد عليها شوية الطحين شوية الماء تعاود تصاوب من جديد. الفنان هو ضمير في العالم كله، هو الضمير ديال الأمة، يعني كاع أخلاق وهذه الناس هذا تنصب عليهم، واقع أولا لكان عندك قيمة وعند بالك، ولا قدم شكاية معاهم، لأن أنت تراه تغربي حطوا وجهك من غير هادشي، تجي وقف معاهم ساندهم، خلبتوا وجهكم ومن بعد تمشيو لأوروبا وخصكم تجمعوا الفلوس، شنو خصو إعادة النظر؟ إذا نتمنى أن هذه الرسائل هذه كلها توصل إلى ملك البلاد قبل من هذا الاجتماع المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة، واللي يقال أنه سيعرف تعديل حكومي موسع وكبير. مافيا العقار وباء يفتك بهذا الوطن باقتصاده بالثقة. الثقة هي كل شيء، لأن المصدر الثاني للمغرب في العملة الصعبة هي التحويلات ديال الجالية المغربية، وإلى هذه الجالية قررت أنها بسبب فقدانها للثقة في الوطن ما بقاش تعرف
الفلوس للمغرب، ما بقاش تعاود تشري عقارات في المغرب، فالامر غادي يكون عسير جدا على الاقتصاد ديال المغرب وفي الكم ديال العمله الصعبه في خزينه الدوله. سي محمد، نخليك في كلمه اخيره، يعني كنقرا التعليق، الناس كلهم يعني يشجعونك على هذا الشجاعه. ما تقوم به ما يقومون به مغاربه العالم، ما قدرتش الدوله صراحه في الازمه هذه، الحكومه ما قدرتش تقوم به، لان مغاربه العالم، انا من مغاربه العالم، يعني كيصيفطوا القرى البوادي، كيصيفطوا الاسر، تيعاونوا الاسر ديالهم، فما خصناش، انا هنا صراحه ما قابلهاش، خصوصا ملي كيجي واحد وكيتشمت في الوطن ديالو، شي خلصنا عليه تمام، ما بقيناش قابلينها. وكنطلبوا صاحب الجلاله بان المجتمع المدني خصو المكانه ديالو يساعدنا، باش المجتمع المدني يرجع، باش يبقاو هادو ويخليهم علينا عاوتاني غبولهم، راه ما بقيناش قادرين على هادشي. إذن تحياتي ليك والاخوان، وكان استسمح لها هادشي كيطلع ليا شويه. لا لا لا، بالعكس، كيسبب واحد النوع من الراحة من بعد. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. شكرا سي محمد، ولنا لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله. إلى اللقاء. إذا أصدقائي الأعزاء، كما تابعتم في هذا اللقاء الشيق والممتع وفي نفس الوقت المحزن بسبب المعلومات اللي كنعرفوها حول هذا الموضوع ديال مافيا العقار، أكيد أن تضافر الجهود ما بين مختلف مكونات المجتمع المدني الحقيقي، ماشي الناس اللي كيمشيو يديروا جمعيات باش يدخلوا منهم الفلوس، ولكن هذا المجتمع المدني الغيور على وطنه والتواق إلى الوصول والرقي بهذا البلد إلى مصاف الدول المتقدمة، أكيد أن تضافر الجهود غادي يكون له الأثر الإيجابي. ولنا أمل إن شاء الله في هذا الاجتماع القادم الذي سيترأسه ملك البلاد خلال الأيام القليلة القادمة أن يعطي انطلاقة في هذا الاتجاه، وأن كل من ثبت في حقه فساد أو تقصير في أي نوع من أنواع المهام المنوطة به، سواء الوزارية أو الشخصية، يقدم الاستقالة دياله أو تتم إقالته. لأن كان معكم عبد الرحمن عدراوي من مدينة لافال في هذا البث المباشر، ألقاكم إن شاء الله يوم غد لنتناول موضوع في غاية الأهمية والمتعلق بالذباب الإلكتروني. سيكون معنا السيد نور الدين الشهب الذي سوف يعطينا كما وعد معلومات حصرية، ولأول مرة سوف تداع بخصوص الذباب الإلكتروني، من يقف وراءه ومن يتسبب للمغرب في هذا في كل هذه الأمور السيئة التي تحدث خلال هذه الأيام من شائعات بخصوص الملك وشائعات بخصوص الوطن، مجموعة من الشائعات يعني تسيء إلى المغرب، من يقف وراءه؟ وهل هناك مواطنون مغاربة لديهم يد في كل هذا؟ كل هذا سوف نعرفه إن شاء الله في حوارنا يوم غد مع السيد نور الدين الشهب. في أمان الله وإلى اللقاء.